بقى كابتن المنتخب، وخليني أسألك، شايف ايه الفرق بين الجيل الحالي لمنتخب مصر والجيل اللي فات، جيل ابو تريكة وعماد متعب وبركات؟ بصي، هو المقارنة هتبقى صعبة شوية. ليه؟ لأنك يعني كل منتخبات العالم والأندية حتى، بس أنا بتكلم على المنتخبات، بيجي لها فترة جيل بيبقى متألق جدا في كل شيء، كل الظروف بتحيط بيه بتبقى ممتازة، من حيث اللاعبين، من حيث يا طبعا اللاعبين أساس، ظروف أخرى حوالين المنتخب بتبقى مؤثرة. لكن ده شفناه في مصر، شفناه في الجزائر، شفناه في المغرب، شفناه في البرازيل، شفناه في الأرجنتين، شفناه في فرنسا. بيجي فترة لجيل معين بيبقى معظم اللعيبة اللي موجودة إمكانياتهم الفنية عالية جدا، بتجتمع كده مع بعض. مهما الناس تقول لك انه ماشي في دراسه، في تخطيط، في علم، في كل الكلام ده موجود، ولكن برضو مع كل ده في العالم كله بيجي فتره جيل بيبقى مجتمع كده مكتمل. فالجيل بتاع ابو تريكه وبركات وعصام الحضري وميدو وعمرو زكي وحسني عبد ربه، انا مش عايز انسى حد، اكيد وسيد معوض وائل جمعه وعماد متعب وحسام غالي، انا يعني ناس كتير جدا، كلهم كانوا مؤثرين جدا في كل الخطوط. قياده كانت كتيره موجوده، ودي مهمه جدا لاي فرقه، في قياده، في عناصر متحمله المسؤوليه. لما تيجي تتكلمي مثلا على عصام الحضري، تتكلمي على وائل جمعه، تتكلمي على احمد حسن، لما تتكلمي على ابو تريكه، تتكلمي على عماد متعب، تتكلمي على حسام غالي، كلهم قياديين. فدي حاجه بتبقى كويسه جدا للمدير الفني. لما تيجي حتى للبرازيل مثلا، تلاقي جيل معين كان احسن فترات البرازيل، بس دلوقتي مثلا البرازيل من دورتين ثلاثه في كاس العالم مش هم البرازيل خالص. نفس الشيء الارجنتين ايام مارادونا او ايام كامبس في 78 والكلام ده، كان جيل باساريلا وكده، كان جيل عظيم قوي. الجيل الحالي مش هو نفس الجيل. تيجي مثلا المنتخب الفرنسي قبل كاس العالم الاخير كان قعد فتره طويله. فدي موجوده في العالم كله، مهما كنت بتخطط وبتدرسي او بت 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 يعني انا اقصد مهما يكون العلم شغال والدراسه و حتى مثلا نيجي للفرق، برشلونه مثلا الفتره اللي كان فيها ميسي وانيستا وتشافي وبيول، واعظم فتره في الكره، في كره برشلونه دلوقتي. هل هي اللعيبه يعني عايزه افهم طبعا، هل هي اللعيبه المجموعه التوليفه مع بعض ولا بترجع لحاجه ثانيه؟ نمره واحد اللعيبه، نمره واحد. خلي بالك التقسيمه هي بين اداره، بين مدير فني واجهزه بقى كلها طبيه وفنيه وكلام واداريه طبعا الجماهير بالذات الانديه الشعبيه وكده او المنتخبات، يعني منظومه كلها مكتمله، واللاعبين اكبر درجه للاعبين. كل ما هيكون عندك لعيبه اللي زي ما بنقول عليها القماشه كويسه، ولعيبه موهوبه، ولعيبه بس القماشه بتاعت الجيل الحالي حلوه يا كابتن؟ لا حلوه، ما نختلفش على لا ده. انا مش بقلل من الجيل، لا انا ما بقولش انا بس بقارن. ممكن نخلينا ممكن ده يخلينا بقى نشوف فعلا تاني تكرار للي عمله الجيل اللي قبل كده في افريقيا. ده اللي انا اقصده، ببص بقى للمستقبل. لا انا ما بقللش من الناس اللي موجوده دلوقتي، ولكن اللي حصل انا سريعا يعني الفتره اللي هي بتاعت 2006 و8 و10 كان جيل كله مع بعض متقارب حتى في السن. ابتدوا يعتزلوا يعني واحد ورا الثاني، اصابات، كبر سن، واخرهم مثلا واحد زي احمد فتحي مثلا مش موجود دلوقتي في المنتخب. عبد الشافي مثلا اصابه في الزمالك وبعد. قعدنا فتره 3 4 سنين الجيل يا اما صغيرين قوي، يا اما المكان لسه ما دلوقتي ابتدينا. مش انا من السؤال الاولاني قلت لك ان من 3 4 سنين ما كانش الناس عارفه شكل المنتخب غير في 3 4 لعيبه، 5 لعيبه، ابتدت تبقى 8 9، يعني ابتدت الاماكن تتسكن عشان الجيل اللي فات اعتزل كتير قوي في فترات قليله. بالظبط. الجيل دلوقتي بقت فيه خبرات، ايوه، لانه
كذا منتخب اولمبي مع بعض، كذا لعيبه ظهري طبعا غير المنتخبات، مش شرط ان واحد يلعب منتخب وهو صغير ما يلعبش وهو كبير او العكس. يعني الجيل مثلا اللي هو بتاع حجازي والنني وصلاح وابتدى يبقى عندهم نضوج وخبرات، ودخلوا في سن 28 و29، دخل معاهم الجيل بتاع دلوقتي تريزيجيه وكان قبل كده رمضان والمجموعه ديت، ابتدى يخش الجيل الثالث اللي هو بتاع مصطفى فتحي ومصطفى محمد وهاني، هاني كان حتى في الجيل اللي هو بتاع تريزيجيه وكده. فابتدت الامور تكتمل، لانه الجيل او المنتخب او النادي اللي يبقى كويس متوسط الاعمار يبقى 26 27 سنه.